اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعط لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم وأدخلنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب. اللهم وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. اللهم ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.